رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى الماضي 3:30. مازلنا نحكي على مقابله البارح بين السي اس اس والمولديه. الحكم نتاع المقابله المغربي الكزاز اثار الجدل في مردوده البارح في المقابله. توا ناخذوا اكثر تفاصيل على قطعه نتاع المقابله وكيف شاف الحكم الدولي السابق محمد بن حسين مردوده، موجود معنا بالتليفون. سي محمد اهلا بك. اهلا بك اسلام، تحيه ليك وكافه المستمعين الاوفياء لاكسبريس اف ام. مرحبا بك، يعطيك الصحه سي محمد، عايشك. شكرا. اول حاجه، اول سؤال، شنو نعرف نجمو نعرفوا على الحكم هذا الكزاز سي محمد؟ سمير كزاز هذا كي نسمعوا لقب الكزاز، سي اسم كبير في المغرب اللي هو عمه، دونك عمه محمد الكزاز اللي عنده تاريخ كبير و وعمل بصمة كبيرة في التحكيم المغربي والدولي. تقريبا ينضاف إلى الأعلام في التحكيم كما نقولوا المرحوم سعيد بالقولة، كما نقولوا العرجون، قبلهم القيدوم محمد باحو. دونك محمد الكزاز برمي ليزر بيتر ماروكا اللي حطوا بصمة طيبة وبصمة تاريخية في التحكيم المغربي والدولي. دونك سمير كزاز دخل القائمة الدولية في جانفي 2016. تقريبا ثاني مقابلة يخوض فيها مع فريق تونسي، أول مقابلة في 2017 في تصفية الكأس العربية، النادي بنزرتي وفريق جيبوتي. سمير كزاز حكم 28 سنة في أولى خطواته التحكيمية على الصعيد الدولي. ما عندوش تاريخ كبير على مستوى القاري، لكن على المستوى المحلي في الجامعة الملكية لكرة القدم تقريبا في 2017 تم اختياره أحسن حكم في المغرب، وبعد ذلك ثم بعض الهزات، بعض العقوبات، بعض التألقات كما أي حكم في الساحة المحلية. بالنسبة لمردودهم في المقابلة بصفة عامة قبل ما ندخلوا في التفاصيل، كيف شفتوا؟ مردودو ما نقولوش معناتها مردودو كان مهزوز، لكن تقريبا عنده خطأ وحيد، خطأ وحيد فني، لكن أنا نوصفه بالخطأ القاتل. خاطر الخطأ اللي بدل نتيجة المقابلة مالوريزمون نعتبروه خطأ قاتل، خاطر الحكم ماهوش اللاعب. اللاعب يجي يعمل لك 92 94 دقيقة لعب فيهم دو باس لادفيرسير، فيهم كذلك نقولوا مردود طيب. الحكم مسكين كيعدي مقابلة كلها ممتازة ويعمل خطأ قاتل، المردود الكل يطيح في الماء مالوريزمون خويا اسلام. وكا علاش ديما الحكم دائما تحت المطرقه والسندال. باهي، شنو اعتبرته خطا قاتل هذا؟ خطا قاتل هو احتسابه للهدف الاول لشهيده الفريق الجزائري المولديه، ونحن نعرفوا انه كيف المهاجم ينقض بزوز ساقين وين موجود الحارس وفي منطقه حراسه المرمى وعلى خط المرمى وين اللاعب، وين حارس المرمى مد يده باش ياخذ الكره وتقريبا سيطر عليها، ونلقاو ارتماء عنيفه، انقضاض عنيف بجوج ساقين في اتجاه الكرة، وهنا انا نصنفه في خانة اللعب الخطير. كان جو دونجورو كما تلوحوا كما تصنفوا لوائح الفيفا. الهدف الاول هو سي محمد دحمان شدها وسيبها الكرة ولا؟ يعطيك الصحة، هنا باش نفسر لك. هنا شو تقول الودود المادة 12 شو تقول؟ هنا فرضا دحمان هو المسيطر على الكرة وهو اللي شدد الكرة. دونك هنا قرر الحكم مخالفة مباشرة لصالح الحارس دحمان في أين وقع الخطأ. فرضا اللاعب اللي سجل هدف ما مسش يد الحارس، هنا يولي مخالفة غير مباشرة، تعتبر معناها تعتبر بي اون افون هكا. لا، بي اون افون تولي لازم تطلع شوية لفوق، هنا فوق الركبة فوق الكرة، هنا تولي بي اون افون، هنا لعب خطير، فما فرق بين معناها الجو دونجورو هذايا، حتى لو كان ما مسوش فما مخالفة غير مباشرة. فوالا، يعطيك الصحة. مس ولا ما مسوش، مش مهم. إذا ما مسوش، سيتان كونترون انديريكت، وإذا مسو تولي مخالفة مباشرة، وحتى الإنذار هنا يفرض نفسه. هنا لعب خطير، راهو انا با ديسكوتي، انا والله سمعت برشا تعليق وبرشا تحاليل، لكن اذا ما نصنفوش هذه لقطه خطيره ولعب خطير، وقت باش نصنفوه لعب الخطير؟ حتى يكسر له يده ولا يضرب له وجهه؟ دونك هنا البريفونتيف دو لاربيتر سينيالي ان جو دونجورو، وهنا شويه شجاعه من الحكم باش تلغي هدف لفريق محلي في مسابقه افريقيه. والهدف هذا تقريبا سهل مهمه المولديه من بعد. ما في حد شك، قطع النظر على مردود النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المقابله، لكن مالوريزمون
الهدف هذا هو اللي فتح الشهية أمام هجوم المولدية، ومالوريزمون الحكم هنا إلى فوسي ريزولتا. إذا ناخذوا اللقطة هذه على حدا، الباقية الكل ممتاز للحكم. باهي، فما لقطة نتاع تسلل أبارامون المولدية غلط فيه، هز المساعد نتاعه غلط، ما عرفتش شفتها ولا لا. إي شفتها صحيح. لا مش المولدية، نحكي لك على الدقيقة 90 إيدو. إيدو تقريبا لا نحكي تسلل المولدية، تو نجيك تسلل إيدو. المولدية شوف كلام، أنا شفت بعض الصور في بعض المواقع التواصل الاجتماعي، راهو مالوريزمون لازمك تختار التايمينغ بتاع انك توقف تصويرك. راهو مش توقف تصويرك، ان امبورتي التايمينغ. ماهيش واضحه معناها. لا لا واضحه، دونك عند انطلاق الكره لاعب المولدية كان تقريبا سابق نصف خطوه على ثاني اخر مدافع. اما نحكي لك انا على اللقطه بتاع دقيقه 90 وقت الكره مشات اون بروفوندور ايدو مهاجم النادي الفرنسي، وتقريبا كان متاخر على ثاني اخر مدافع متر ونص او زوز امتار، والحكم المساعد الثاني المبروك هو اللي تسرع وهز الرايه نتاعو. باهي، اللقطه اللي عملت برشا بوليميك لقطه البينالتي، اول حاجه هل صحيح البينالتي مست في يد المدافع ولا لا؟ فوالا نبداو باللقطه، خاطر في الدقيقه 88 لقطه معقده شويه. نجيو لضربه الجزاء قبل كل شيء، ضربه الجزاء حسب لوائح فيفا في الماده 12 100% صحيحه. علاش؟ خاطر ثم بعض المتابعين نسمع فيهم يقولوا عمل تاكلينج ومسك الكره اكسيدونتيلمون في يده. هنا شو القانون يقول؟ يقول لك اذا لو ديفونسور ياخذ القرار باش يعمل ان تاكلينج فهو يتحمل مسؤوليته كامله. اذا انت كمدافع اخترت التايمينج نتاعك باش تعمل ان تاكل، راك تتحمل مسؤوليه ديك باش ما نمروش الى يد غير طبيعيه. يعتبر اهمال هكا ولا؟ برافو عليك. هنا يعتبر اهمال، المدافع محمد بن علي اهمل يديه واوقف الكره واليد نتاعه ولات غير طبيعيه، وقرار الحكم جد ممتاز. باهي سي محمد، هنا تبدل القانون تقريبا، قبل كان التاكل ما يتحسبش مار ولا؟ لا لا ما في حتى شونجمون، ما تبدلش القانون. لا 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 ما في حتى شونجمون. واضح. به التنفيذ نتاع هدف المولدي. التنفيذ اذا تحمل فيك معناتها رؤيه مجرده، انا نقول لك اخويا اعفيني من الاجابه، على خاطر الصوره غايبه. الصوره غابت علينا وقعدت معناتها ليماجي اي تي فيكس وما نجموش نحكموا. نقول لك ما نجمش نحكم عليها لعدم توفر الصوره وامر. لكن خويا اسلام كان تحب نجاوبك من منطلق الخبره او نجاوبك. باهي، هو ولو ان الصوره كانت كامله فما القناه الجزائريه عدت اللقطه كامله نتاع البينالتي. صحيح. صحيح. انا راني نحب نعمل لك تلميح على الصوره اللي وصفتها الوطني. لكن اذا تمشي للقناه الجزائريه تشوف عند انطلاق عند ظفره الحكم تسديد ضربه الجزاء، اللاعب الذي استفاد من الكره الثانيه ديجا عمل خطوه ونص في مناطق الجزاء، ما نعرفش شفتها ولا اخويا. اي صحيح. فوالا، دونك ما دام هنا اللاعب الثاني اللي استفاد من الكره وسجل الهدف، دونك القانون بتاعنا شو يقول؟ لا يستفيد المخطئ من خطئه، وهنا اللاعب اللي كاي تي بينيفيسي دو لا دوزيام بال، هنا قرار الحكم سليم وفي محله رغم احتجاجات لاعبين الفرنسي والتاثير مع الحكم، الا انه القرار اللي اتخذ بعد ذلك قرار سليم، والمخالفه غير مباشره لصالح دفاع النادي الفرنسي كان في محله. هذا قانون جديد ولا؟ لا لا هذا قانون راهو صحيح ثم تغييرات وانتحاب. خاطر مش كان تقبل سي محمد كي يدخل كي ما تسجلش ويدخل تتعاود معناها قبل كانت ولا؟ لا لازم نوضح لك. اي راه والله غلط خويا اسلام، مالوريزمون قريت بليزيور كونفيزيون والناس الكل ولا تفتي في التحكيم. بون ثم لقطات واضحه الناس الكل تنجم تفتي فيها خاطر اللي كليرينات، لكن ثم لقطات ما نتسرعوش في الحكم عليها. شفت برشا انواع واش كاين من الاراء راهو في الفيسبوك مالوريزمون، لكن خليني نوضح لك. وقتاش تتعاود ضربه الجزاء؟ وقت تكون لانفراكسيون اي كومون. سمعت كومون؟ الخطا مشترك. كيف يدخلوا زوج لاعبين من زوج الوان مختلفة من زوج جمعيات مختلفة، كيل كو سوا لو ريزولتا دو بينالتي، سوا تسجلت ولا ما تسجلش، لازم الإعادة. باهي، نعطيك حالة أخرى تتعاود فيها البينالتي سي محمد، أنه المنفذ الفريق نتاعو أصحابه معناها دخلوا وتمركات لهنا تتعاود زادة. أبسوليمون. إيه.
خاطر لي كوكيبيي تاعو ظلموا لو بوتور منفذ العمليه تظلم من رفاقه. اللقطه تاع امس سي الهدف سجلوا لاعب كي اون انفراكسيون دونك ما نجموش احنا نعطيوها فرصه اخرى للتسجيل او لاعاده ضربه الجزاء. هو اخطا لازم يتعاقب. باش يعاقب تعاقب الفيفا بمخالفه غير مباشره مكان الخطا. واضح. دونك هذو هما تقريبا اللقطات اللي عملوا البوليميك سي محمد، فماش لقطه اخرى؟ دونك خويا اسلام بور ريكابيتولي نقول انا خطا يتيم للحكم في الدقيقه 27 فيما عدا ذلك بون ما نجمش نلوم عليه على في الجانب البدني وفي جانب التمركز في الارضيه امس كانت ثقيله برشا خاطر التحرك نتاعو وتمركزه على الميدان امس جاني بيزار شويه على خاطر يشق في التران بالطول ماهوش يعمل في الدياغونال اونديلي في الدياغونال فليكسيبل دونك يشق الملعب بالطول ويشق هيك الدائره الوسطى للميدان الممنوعه على الحكام خاطر سي زون انتربيت هو شقها تقريبا ان كان زاد فوا في المقابله كامله. بون ما نلومش عليه برشا على التمركز وعلى الجانب البدني لان الارضيه كانت ثقيله وثقيله جدا بالامطار اللي حصلت في الميدان. قداش تعطيه سي محمد؟ بون باش تعطيه زوج اعداد، باش تعطيه عدد اذا باش نحيو الغلطه نتاعو باش تعطيك عدد بالغلطه نتاعو باش تشوف لا بالغلطه هو هو الماتش بالغلطه. بالغلطه لا ما يفوتش 7 على 10. 7 على 10 باهي معاه تسم. اي ما يفوتش معناتها 6 ونص اون ديري 6.5. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك سي محمد. شكرا اسلام شكرا. يعطيك الصحة. دونك سي محمد بن حسين الحكم الدولي السابق كان يعلق على مردود الحكم سمير الكزازي مقابلة البارح بين السي اس اس ومولدية العاصمة. بعد شوية باش يكون معنا مبعوث للجزائر فاضل بوجناح ناخذ من عنده تفاصيل رحلة السي اس اس.